نيجي عند منطقة الرقبة كده اللي هي احنا هنا دي. او ماي جاد فرانسو. السلام عليكم وبداية فيديو جديد. اهلا ومرحبا بكم في قناة شاور فاميلي. النهاردة فيديو منتظر، فيديو احتفال ب 2 مليون. طبعا يا جماعة احنا لابسين متسول كده عشان هيبقى في مجزرة دلوقتي، طالعين على السطح برضه عشان المجزرة دي مستحيل اعملها في بيتي. زي ما انتم شايفين يا جماعة الحاجة اللي احنا هنحتفل. يا بنتي اسكتي اسكتي، ما انت خايف منهم اصلا على هناك، مش هيطيروا ويجوا يعني. هو انا كلمته انا بقول له هش بص عليهم. ما بصوا يا جدعان، دلوقتي الحاجة اللي احنا هنحتفل فيها جوه في الصندوق، ودي الأدوات اللي هنستخدمها، صينية وسكينة. عايزاكم تتوقعوا الأول في الكومنتات لأن هقراها، إيه اللي جوه الصندوق؟ قبل ما تتفرجوا يعني محدش يعني وقف الفيديو وخش اكتب في الكومنتات إيه اللي جوه الصندوق وتوقع. توقعوا دلوقتي إيه اللي جوه الصندوق ده. معانا بطل الفيديو النهاردة، بطل الفيديوهات كلها، وإن شاء الله البطل المستقبلي لقناة شاور فاميلي. هاي شاركية لايك سبسكرايب. هاي لا 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 انت كده بوز مفاجئ. عزيز بيسلم عليكم وبيقول لكم هاي. طب يا اخواتي انا عايز بس بطلب من كل اخ وكل اخت بيتفرجوا على الفيديو دوت ان هم يقولوا لنا في الكومنتات الف مبروك على ال 2 مليون، لان احنا والله العظيم تعبنا وبقى لنا فترات طويله شغاله على القناه دي. القناه ديت في الاول كانت شغاله اصلا سكتشات وفيديوهات قصيره وكده، حاجات بتبقى دقيقه ودقيقتين والكلام دوت، فيديوهات مضحكه. بعد كده بدانا نشتغل عليها انا ومعز اول ما اتجوزنا، والحمد لله ربنا كرمنا وانتم حبيتونا جامد جدا، وبدانا ان احنا نعمل لكم فيديوهات والفيديوهات دي عجبتكم لحد ما وصلنا بفضل الله ل 2 مليون اخ واخت على القناه دي. طبعا عارف ان انتوا كلكم متشوقين تعرفوا ايه اللي جوه الصندوق ده، انا مش هوريكم ايه اللي جوه الصندوق ده برضه لحد ما المعز تقول لي ايه عايز تقول. احنا يا جماعه بنتاسف طبعا على التاخير بتاع الفيديو، بس احنا عندنا امتحانات وانا عارفه ان انتوا كمان عندكم امتحانات. يا رب ينجحنا كلنا واخواتنا بتوع الثانويه العامه برضه. دعوه خاصه كل واحد له اخ او اخت يدعي له برضه تحت في الكومنتات، انا بقرا الكومنتات كلها. يا ريت اي حد عنده اي تعليق اي حاجه عايز يقولها يقولها تحت في الكومنتات، انا مبسوط من كومنتاتكم ولايكاتكم، يا ريت ما تكسفوناش. دلوقتي اخواني حانت الان المفاجاه، ترى ترى سمكه قرش يا جدعان. اللهم صل على النبي. بص سمكه قرش عامله ازاي، شكلها تحفه تحفه، مرعب مرعب اقسم بالله شكلها مرعب. جايب لنا 2 مليون مشترك، فانا مش جايب سمكه واحده لا سمكتين، والثانيه اكبر من الاولانيه. بص السمكه بص عامله ازاي، بقها اهو وسنانها اهي، بس عشان دي اصلا يعني سمكه سنها اصلا صغير فسنها هتلاقوها مش كبيره قوي، بس شكلها مرعب جدا 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 زي ما انتم شايفين كده قدامكم. انتوا مش متخيلين احنا اتعذبنا قد ايه على ما جبناهم يا جدعان. معاناه اقسم بالله عشان نجيب لكم المفاجاه القويه دي. ده الفيديو الوحيد اللي هتلاقوه على اليوتيوب الناس اللي فيه جايبين سمك قرش. الناس كلها بتجيب حاجات حيوانات قطط كلاب مش عارف ايه الحاجات اللي هي الطبيعيه كلها. على فكره احنا كنا هجيب نعامه زي ما قلنا لكم، بس للاسف ما لقيناش نعام خالص، فاحنا جبنا لكم بدل النعام سمكتين قرش، وهنعملهم في الفيديو ده وهننضفهم في الفيديو ده وهناكلهم في الفيديو ده. انت مستني ايه؟ مش مشترك في القناه ليه؟ ما تشترك يا عم. قبل ما هنفتح السمك دوت انا عايز افتح بطن السمك عشان اعرف السمك ايه بتاكل، ايه بتاكل اسماك، هل بتاكل مثلا بني ادمين، ممكن مثلا جواها حته من بني ادم جواها. ما نعرفش سمكة قرش، ما نعرفش ايه اللي جوه بطنها، ما نعرفش ممكن تكون كانت ايه. قلنا احنا هنفتح بطنها دلوقتي هنعرف. اخر وجبه كانتها السمكيه دي كانت عباره عن ايه؟ يا رب نلاقي فيها مثلا حاجه حلوه، تكون واكله مثلا خاتم ذهب اي حاجه. خاتم ذهب مثلا حاجات عاليه. ما نعرفش البحر مخبي لنا ايه، ممكن تكون السمكه دي جايه من مثلا من امريكا أو ولا حاجه. عارف انت اللولي اللي بيكون في القفاع مثلا، او لؤلؤ. ايوه لؤلؤ. ايوه كده ما نعرفش. اول خطوه طبعا يا جماعه اللي مش فاهم في سمك القرش، اول خطوه بنعملها ان احنا بنبدا نقطع الزعانف دي. ان شاء الله عليك يا احمد متمكن، انت متمكن جدا، مفيش حد بيقطع كده بجد. دلوقتي هيبدا يمسك نص السمكه برجلين الزعانف بتاعت رجلين. هي تقريبا ليها اربعه، يعني ليها شبه ايدين قدام ورجلين تحت. انا شفت سمك كتير وقليل، بس سمكه القرش ديت غريبه جدا. كل الناس بتقول ان طعمها تحفه، بس انا عمري في حياتي ما دقتها بصراحه. انت دقتها قبل كده؟ لا. هندوق دلوقتي قدام الناس وهنقول لهم على راينا في سمكه القرش، وهل هننصح الناس ان هم ياكلوا سمك قرش ولا بلاش ياكلوا سمك قرش. نفعت معانا نفعت، ما نفعتش معانا هنقول لكم ما نفعتش، ويا ريت ما تجيبوش سمك قرش. شيلنا الزعانف اللي فوق والزعانف اللي تحت. ادفع بقى اخر حته من الديل دي. زي ما انتم شايفين الزعانف كلها اتشالت اهي. يا جماعه عايز كل شويه عمال يبوظ لنا الاستاند ويزقه، يعني احنا متعذبين. السمكه الصغيره ديت وزنها تقريبا 3.5 كيلو، الكبيره دي تقريبا داخله في 7 كيلو. دلوقتي المفروض ان احنا نبدا نقطع راسها، هنيجي عند منطقه الرقبه كده اللي هي اللي احنا هنا دي. ما
مايس طبعا عشان رقيقه يا جماعه فهي ما استحملتش فتقريبا هترجع. طب يا اخواتي زي ما انتم شايفين انا دلوقتي فصلت الدماغ وقصيت كل الزعانف اللي موجوده في السمكه، السمكه بس فضلت جسمه قدام اهي، المفروض ان انا دلوقتي هبدا اشفيها زي الخروف ما بيتشفى كده. ولو انت لان يا جماعه انا مش قرفه، انا ما اعرفش تقريبا انا حامل والله مش قادره حاجه غريبه. السمكة يا جماعة بيبقى جلدها خشن جدا ناشف، مش زي السمك العادي ان احنا بنحمره الجلد او كده، لازم بتتشفى الاول. بنورينا طبعا احمد عامل فيها كوبري، يقول طبعا وهعمل ومش عارف، وانا اصلا اللي درست الموضوع وانا اللي اتفرجت على فيديوهات وجبت طريقة يا عز ليه؟ يعني واخد اللسان ورايح ايه بقى؟ سبحان الله بقالك ساعة بالمنظر بجد مش قادر استحمل المنظر. انا عايزه اوريكم منظر من قريب. ثانيه لا ما توريهوش، متوريهوش ايه؟ متوريهوش بجد؟ ايوه. احمد خايف على مشاعركم يا جماعه، خايف على مشاعركم عشان اليوتيوب ما يقفلش الفيديو. والله يا سعد والله متاكد من كده. اي حد محتاج جزار في عيد الاضحى الجاي ده كلمنا هسيب لكم الرقم. هو جزار شطلاوي بس كده، مش مهم يا صاحبي، انا بستخدم اليمين ولا الشمال، المهم ان انا هقضي لك المصلحه وهربح لك الخروف واشوفه لك واديك اللحمه بتاعته ايه. طبعا ده الطبق اللي اتحرق مننا في الكحك. احمد هو الطبق صح؟ بص قد ازاي من نص؟ الطبق ده اتبهدل معانا خالص، ان شاء الله نجيب طبق جديد. دلوقتي يا جماعه جينا لاهم مرحله وهي مرحله التشفيه، بس انا اللي هشفيه عشان احمد تششنا طبعا قاعد يقول لي انا مش عارف. لا انا عارف بس هي الفكره ان انا ايه تعبت قوي في التقطيع. قلتلي اذا حاسس ان انا اتسرعت شويه. يا عم استنى سيب واحده واحده. اعمل ايه طيب انا؟ طب وليه وانا هعمل؟ استنى بص. وليه وانا هعمل؟ اوه ملمسها مقزز. احمد انت خشنا. عايزه ايه طيب؟ خد من هنا. هاتوا احمد دلوقتي يا جماعه بيحاول ان هو يشفيها، بس يعني احنا مش عارفين. على فكره مش هتتشفى الا لما تستوي. تستوي؟ تتشف كده؟ انا شايف كده ان هو او الجلد اهو، بس هو لازق في اللحم، لازم تستوي. واللي بياكل بقى يقشر الجلد. اللحم شكله من جوه عامل ازاي؟ جميل ازاي؟ تحفه بصراحه. طب بص انا عندي فكره، اديني فرصتين انا احاول اشفيها. عرفت ما عرفتش نبقى نسويها بقى وخلاص. طيب ماشي. معلمة أمنية واقفة ولا كأنها أجدع معلمة في سوق الجزارة، بس أنت كده ما بتشفيش يا معلمة. أمال ده إيه؟ جلد أهو معلمة، ما اللحم طالع أهو في الجلد يا معلمة. ماشي، ما أنت مفكرها بتتقشر يعني؟ ماشي. مش عاجبك تعالى شفها. يا جماعة أنتوا بتشفيها أنا بتعب إزاي؟ البتاع وحياة ربنا خشنة بتقطع جلدي. حطوا لايك وسبسكرايب لو سمحتوا، طلعوا الفيديو ده ترند لو مش هنزعق. يا زوز بنشد الجلده بايد ونقوم بقى بالسكينه فاصلين ايه بين كده شايف من اللحم. طب استنى هوريك تاني. ينفع تطلع اللحم كله؟ لا طب اقول لك ما تشفهاش. شكرا على التشفيه الجميله دي. شكرا ما تشفهاش، هنعملها كده زي ما هي بجلدها وبعد كده اللي ياكل يبقى يشيل الجلد. دلوقتي يا جماعه بعد الفشل الرهيب اللي معزه عملته هفرجكم دلوقتي ازاي سمكه هرش بتتعمل تشفى ونطلع اللحم بتاعها ازاي. ماشي يا جماعه خليكم معايا. رايكم في الكوره؟ السمكه دي كان حد داعي عليها. شوية التحديد احمد شوقر اكيد كان حد داعي عليها. طبعا بعتذر لكل الناس اللي ما بيحبوش السمك، وبعتذر كمان للناس الفيجيتيريان، احنا اسفين ليك. الفيجيتيريان دول اللي هم يا جماعه النباتيين اللي مش بياكلوا اي لحوم خالص. اخر حته دي بقى يا جدعان شايف لها نصين اتقطع كده في بجد جلدها فظيع. ده اوسخ من جلد الفيل بصراحه. هو انت اصلا كنت شفت جلد الفيل؟ السمكه يعني فرد بجد قوتي انهارت. يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب بقى على المجهود الرائع اللي انا عملته ده، عشان لسه هنعزم الشاورجيه كلهم على السمك ده بعد ما يتعمل ان شاء الله. بس بنوضبه دلوقتي، الشاورجيه الجايه تيجي تلاقي ايه الاكل جاهز على طول. بص يا جدعان اهو الديل اهو على بعضه تمام، نغسله. دي شريحه اهي. بقول لك ايه، عامله من جوه شبه الفسيخ. بصوا يا جماعه ده تحسوها فسيخه. امسكها كده. السمكه بجد بجد جدا بتظبط. بصوا يا جدعان هسلخها وبعدها اصور لكم بعد ما سلختها. ماشي عشان ما اضيعش وقتكم، بس انا مش خايف على حاجه، خايف على وقتكم انتوا بس. فانا ايه اسلخها وبعدين اوريكم بقى. والله يا جماعه بجد انا 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 اعصابي خلاص مش قادره استحمل لا الريحه ولا قادره استحمل المنظر. احنا بقالنا ساعتين بجد، او ساعتين ولا ازيد؟ ازيد يعني حوالي 3 ساعات بنحاول ان احنا بس نعمل السمكه. بجد طلع الموضوع صعب قوي، احنا خدنا قرار متهور ومتسرع من غير تفكير. طبعا يا جماعه بعد المعاناه اللي احنا عانيناها احمد فقد الامل خلاص وسابنا انا والسمكه نتصرف مع بعض، بس انا ما سكتش.
خدتها ونزلت بيها لاقرب محل بتاع سمك تشرحها لي بالشكل ده. فدلوقتي هنتبلها، بس بما ان انا مش عارفه تتبيل سمك القرش ولا عمري عملته قبل كده، بس بما ان هو سمك فهنتبله تتبيله السمك العادي وخلاص. يلا بينا نشوف التتبيله. اول حاجه طبعا هنحط ثوم، احنا بس كميه السمك كبيره فاحنا المفروض نكبر من كميه التتبيله. ده ثوم مهروس جاهز مش هنضطر ان احنا نهرسه، وطبعا هرست الشطه دي. والسر الاساسي الليمون، نعصر الليمون، نكتر ليمون على قد ما نقدر، كل ما نكتر ليمون كل ما طعم السمك يبقى احلى واحلى. بعد ما عصرنا الليمون هنحط الكمون وكزبره وملح، ممكن نحط سنه خل بسيطه، وبكده بقى معانا احلى تتبيله سمك. بعد كده هننزل بقى التتبيله دي على السمك، بسم الله، ونقلبه بقى كويس جدا. بعد ما قلبته كده يا جماعه هسيبه في التتبيله حوالي ساعه، وبعد كده هبدا ان انا اقليه. A few moments later. هنجيب دقيق ونحط عليهم شويه نشا، ملح وكمون، يعني البهارات اللي احنا حطيناها على السمك يعني، ونبدا نقلبهم. بعدين هنجيب السمك ونغرقه كويس في الدقيق بالشكل ده، ونحطه بقى في زيت سخن. كده يا جماعة اكون خلصت كل كمية السمك، طلع عيني بجد. بص يا اخواتي، الحمد لله الحمد لله، بعد ما خلصنا المجزرة اللي انت شفتوها دي وعملنا البحر طحينة، دلوقتي عملنا البحر طحينة، جبنا الرجالة المعتمدة معانا في كل العزومات. عمر صار حبيبي اخواتنا حبايبنا. لا اول مرة يطلع فلاليس في القناة بتاعتي. فلاليس بس على الناس، بس على الناس اخواتنا حبايبنا. تاني بتقول الكلمه بتاعت طز تاني عشان لابسين اصفر. صحيح واحد، بس احنا التلاته لابسين اصفر، اصفر على الاسد بيسمع الحسد، بس اقوى واحد فينا فلانس لابس افجر مرشي في المجره على شاور شوب دوت كوم وفي راس امباستور. افجر مرشي في المجره، خش على شاور شوب دوت كوم لو مش عايز ان انت تيجي المحل. عايز تيجي المحل العناوين كلها موجوده تحت في الديسكربشن، خش بص بصه فلانس بيقول لكم بص بص خش بص بصه، اشتري من احلى منصه وخش بص بصه. الله عليك، معانا مينا، مينا رايتي بتاعنا يعني علي مبارك، يعني ادب علي مبارك ماشي، ده الوحش الوحوش ادب علي مبارك وهو سمعت بوتر. ماشي يا اخواتي، دلوقتي في مجزره هتحصل في الاكل بقى، زي ما انتم شايفين كده الصينيه متروسه متكربسه لحم 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 الابيض، اللحم الابيض اخش فيها بقى دلوقتي، ولا في رز ولا في عيش ولا في اي حاجه، هو لحمه بس. انا مطرشه لو ما فنان، ولا انا مطرشه، انا الفجر، انا المطرقه، ولا عزاء لاي حد ما بيحبش الاكل ده. انا التيشيرت الشرقيه اللي ما بشوفش. احنا كنا عايزين صوصات كده نغمس، صوصات في صوصات بابي كيو، بس في صوصات بابي كيو وحاجات ما يعملهاش علاقه بالزفاره خالص. لا عايزين صوصات زفاره، كافيار كافيار على طول باكل وامي بتعملولي، مثلا صوص سالمونادا، صوص سالمونادا، جمبري، جمبرولي، جمبرولي، عندهم يوسف صوص جمبرولي، صوص جمبرولي امي بتعملولي، في صوص تكنا نوس ينفع، وصوص وفيتوس ميا مايوس مايوس بالليمونوز، يعني ناكل على الناشف كده. اه عندنا احنا شهر النهارده عاملين عزومه في الترتشولي. ماشي يا جدعان، الترتشولي يعني بمناسبه العزومه دي، دي بمناسبه ان انا جبت 2 مليون مشترك. اوه يا الهي يا الهي، شكرا لكل اخ واخت دعموني لحد ما وصلت الحته اللي انتوا فيها، وباذن الله في التلاتة مليون ان شاء الله هعزم كل اخواتي وكل حبايبي، هيجيب لنا وليمه زيدي كده كل الناس بقى، غزاله غزاله والغزاله الرايقه، الناس الحلوه الفايقه، واحمد شاور هيجيب 3 مليون في الرايقه. صوصات، انا الفكره ان انا مش عايز اصدمه واقول له ان انا ما بحبش السمك، مش عايز اقفله عشان ده الحاج، الحاج الصغير مش عايز يقفل الحاج الكبير ويقول له اللي هو مش عايز ياكل سمك، بس عشان الحاج الكبير هو سمعه وهو بيقول له كده بس هيزعل، يعني التعب ده هيروح على الفاضي. فلا انا كمان شبه الشوا، بحب السمك ما تقول هاكل لوحدي يا بنت. يلا يا اخواتي دلوقتي بقى لقمه هنيه تكفي 300، وبدات المعركه. والاكل الاكل بس مش عشان ضعيف ما تعملش لايك، مش عشان الاكل ضعيف واحنا بناكل اكل يعني على قدنا ما تعملش لايك، اعمل لايك، هو سمك بس ده ما يمنعش انت تعمل لايك برضه. ان شاء الله الفيديو الجاي يا ابو عز هيعمل لنا ورق باذن الله، يعني ربنا رزقني، يعني لو كسبت فلوس كتير باذن الله هبقى اجيب اكل احسن. طب ليه دي؟ اتفرجوا عليها القاهرات كلها، الخير كله جاي، الخير كله جاي. يلا يا جدعان، عايز لسه كان هيوقع يا جدعان، لسه بص ما يوقع الا حلاوه الاكل وحلاوه الريحه، ما يوقع الا الشرب. كنت
كل يا عم بس الحته اللي متبله العربيات دي يو سي دي يو سي ولا وعز ولا وعز العامل ولا طازه واحده طازه معلم الحاج الكبير يا جماعه حد عارف ايه نوع السمكه اللي انتوا بتاكلوها دي؟ ايه يا حاج؟ اخطبوط. ايه ده؟ جدع يا فندم. نوع ايه؟ كابوري. كابوري. نوع ايه؟ سمك مقلي. سمك مقلي؟ نوع يعني السمكه ديت كانت ايه؟ بوري. قول السمك ده يا جدعان سمك قرش. قرش؟ او ماي جاد فرانيسو. انت بتاكل قرش اللي بياكل البني ادمين فرانيسو. يا الهي. يا جدعان القرش ده احمد شاور خطفه من على قناه ناشونال جيوغرافيك. انا مصطاده بايدي. انا جايبه من البحر يا ابني بتاع العجيزي ده. ايه ده جايبه من البحر؟ الملاحه اللي في طنطا يا جدعان. جبت قرش بايدي كده وقمت جايبه. انا كان نفسي عز صغير الامور اللي مش فرفور ياكل معانا على الطبليه دي، بس عز دلوقتي نايم نوم عميق. هصحيه باذن الله كده عشان الطفل لما بياكل سمك قرش من وهو صغير بيكبر بيبقى قوي. بيبقى سباح. بيكبر بيحير بقى. زي فنانس كده. افتح بقى فنانس. ابلع افتح شباك ده. انا شبعت الحمد لله. عايز الشبع واحنا اللي هناكل الوليمه دي بقى كلها. عايز الشبع عندي حتى لو ما انتوا تخلصوها انا عادي ما عنديش مشكله. كل واحد ياخد شويه في كيس وهو مروح هاخد الحاجه. ياكل ماما اكل بابا اكل اخواته. خلاص هو ايه سهله كده بكره بقى مش خلاص كده الوليمه ليه. ماشي يلا. طيب الحمد لله وبارك الله فيما رزقك. ممكن انا بقيت نصيبي تيكاوي. ماشي تيكاوي. عمر هيبقى نصيبه تيكاوي. انا الصراحه القرش عاجبني فانا هكمل شويه والف بقيت نصيبي عشان اروح البيت بعمل شويه رز شويه سلطه اقطع شويه سلطه لان كده ساده كده. هو احنا بنعتذر طبعا عشان ما فيش رز وما فيش اي حاجه جنب السمك، بس بصراحه يوم السمك ده كان يوم فشخه بجد بجد. اتبهدلت شرف اللي وراه اللي قدامه. بص يا جدعان انا مش فارقه معايا السمك ساده مش ساده. اهم حاجه عشان بس ما تزعلش. اهم نقطة بس قبل ما ننساش، لما حد بيعزمنا على حاجة لازم يدعي له دعوة حلوة، بنقول ايه؟ أطعم الله من أطعمنا. آمين. وسقى الله من سقانا. آمين يا سيدي الناس. بس كده، قصيرة خالص. يا جماعة، كل اللي عاوز يجيب سمك قرش زي ده، بتجيبه منين؟ بتجيبه من السوق في اسكندرية في القلعة، جنب القلعة على طول، تقول لهم عايز سمكة قرش. تقول لهم أنا تبع أحمد شارة وعايز سمكة قرش. أنا شو يا أبو عز؟ جنب القلعة القايتباه. بشرى شارة، لكل محبين الشوارجية، في كل أنحاء العالم، في كل أنحاء المجرة. عمر شاور عامل لكم مش انا بس ده انتوا بتنتظروا مهرجان الشورجيه الجزء الجديد. الشورجيه بقى المره دي مهرجان مطرطش والاول مره طازه بيغني فيه. انتظروني يا اخواتي عشان مش جاي احرق لكم حته صغنونه بس شورجيه تيريريري ادرجيه لما اقول لك انت معلمين تررر مطرطشين حد في حته اسمه شاور. ايوه حل الوقت بقى اللي خلاص عصام صاصه نام حمزر حمو بيكا لسه هيوقعوا خلاص. حمو بيكا وقع خلاص ولسه هيقع وقع. ولو عرفت تحصلني خدني على الطبق. عايز اقول لك حاجه عصام صاصه انزل لسه الفتره الجايه هتريح. انت هتريح صح يا فنانه. تيخه الكلام على موت يا طخطخ. عايز اقول بس عايز انبه ان مجال المهرجانات الفتره الجايه هيحصل فيه زلزال. ما حصلش ومش هيحصل. قول لهم يا لسات قول لهم حاجه يا فنانه قول لهم حاجه. جوش ده ناس وشي ايه اكتر من سمك؟ يلا بينا. عايز حاجة معايز؟ سلام.